هاد الفريز اخويا الله يزرعو هاد العام هذا ملقم بالاناناس والثمن ديالو باقي غالي خصاش يلاه يزرعو هاد العام دابا في بلاصه وفي العريش كيدير 70 درهم 75 درهم ودابا بالنسبه للكليان هنا كنبيعو ليه ب 80 درهم 75 كنذوقو بها الكليان وصافي. المذاق ديالو بحال الاناناس؟ المذاق ديالو هو ملقم من الاناناس، فريزه ملقمه من الاناناس، فريز الاخر عادي هو هذا دي صابرينا هي اللي فيها المذاق هي صابرينا. هاد العام اخويا الفريز غالي بزاف من ناحيه الدواء من ناحيه الدواء الزايدين فيه، الدواء ديك العام كان ب 1000 درهم البواطه، دابا هاد العام داير 2000 درهم نص بالنص، والحال بارد حتى هو مخليه داكشي علاش مخليه غالي، كون كان الصاد غيوجد شويه الفريز. كيسول حيتاش قليل اللي حيتاش عمرو بان، اول عام غيبان في المغرب هاد الفريز هذا، كيتباع في الدول العربيه بزاف، الكويت، البحرين، قطر، تما فين تيكون بزاف. ما لا فيه ديالو والو، فريز عادي ملقم بالاناناس بحال هذا، هذا فريز عادي وهذا فريز ملقم بالاناناس، شويه الاقبال قليل حتى الثمن ديالو ما ينفعش باش تاخذ جوج كيلو ولا كيجي بالرابعه نص كيلو كيذوقوا، هذا الشيء اللي كاين. غلاء الاسعار اخويا من ناحيه البرد، حيدات البرد هذا كلشي ان شاء الله يرجع كما كان ان شاء الله، كل شيء يرجع يرخص، خاص هاد البرد هذا يحيد وهاد الجريحه هادي حتى هي اللي هالك السلعه دابا باش ما كاينش الطياب. مطيشه اللي دايره 12 درهم حتى هاد الوقت هذا ما عمرها جات مطيشه في الحال بارد، مطيشه عمرها جات في الحال بارد، دابا الحال بارد ما كاينش ما كاينش الحموره، كاينه الخضوره، داكشي علاش مطيشه غالي. مرحبا بكم اللي تسالوا، راه الفريز راه مليح، راه السوبر تاع الفريز.